بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم هنعرف إزاي نشغل الكاميرات الملحقة بالجهاز، سواء كاميرات مراقبة أو كاميرا ويب. إحنا في السطر الأولاني هنكتب عبارة import، وبعدها نكتب مكتبة CV2. وإذا وجدت خط زجزاج لونه أحمر تحت CV2 معناها ان المكتبة محتاجة انستولينج على الاوبريتنج سيستم، على نظام التشغيل. وفي الحلقة السابقة، الحلقة رقم 22 موجودة على قناتي، وسأضع الرابط الخاص بها اسفل الفيديو، بوضح فيها ازاي تستخدم التيرمينال بورت عندك في انستولينج لمكتبة اوبن سي في داش بايثون على نظام الاوبريتنج سيستم الخاص بجهازك. بعد كده في السطر الثاني افتح متغير اسمه كاب، اي اسم تختاره، انا اخترت كاب معناه كابتشر، واكتب اسم المكتبه cv2.video، فيديو وفيديو تكون كابيتال، فيديو كابتشر، ونفتح براكتس ونكتب 0. 0 معناها الكاميرا رقم 1. اما لو كتبت هنا بين البراكتس 1 معناها الكاميرا رقم 2، لو كتبت 2 معناها الكاميرا رقم 3، لان دايما الاوبجكتس الاندكس الخاص بها دايما يبدا بزيرو. زيرو لو عندنا مجموعه كائنات الفارس زيرو معناها الاوبجكت رقم 1، الاندكس 1 معناها الاوبجكت رقم 2، وهكذا. في العباره الثانيه بنكتب وايل، عباره وايل، نفتح براكتس كابتشر يعني معناها ان الالتقاط او الستريم دوت از اوبن، شغال، ان الستريم شغال. بناخد هنا خلو وبنكتب متغير كوما، ونفتح متغير مثلا اسمه فريم يساوي كاب المتغير كابتشر دوت ريد، و ننزل للسطر اللي بعده ونكتب عبارة if read equal true، لو الستريم شغال. بنكتب بعد كده cv2.amshow و single quotation ونكتب frame كوما، ونفتح المتغير فريم تاني، احنا اسند له قيمة الفريمات الخاصة بالستريم هنا، فبنستخدمه في عبارة ام شو، وبنكتب عبارة اف خاصة بالانتظار، اف سي في 2 دوت ويت كي، هنا نختار رقم معناها قيمة للانتظار، ونكتب اند و 0 اكس اف اف كابيتال يساوي اورد براكتس، ونفتح سنجل كوتيشن ونكتب الحرف اللي هنستخدمه لوحه المفاتيح من خلال الضرب عليه، معناها ان ده هنستخدمه في ايقاف الستريم، ونكتب كله وبعدها بريد. هنا طبعا بكتب كمان يساوي، معناها لو كان عندك الانتظار 25 و هنا رقم المفتاح كيو او قيمته كيو، اقرب من الستريم. بعد كده نضغط على ران، مفتاح ران، يبدأ هنا في تشغيل كاميرا الويب. زي ما حضراتكم شايفين بيشغل كاميرا الويب الملحقة بجهاز الكمبيوتر. لو عندي كاميرا رقم 2 عايز اشغلها، ممكن اركب كاميرا 1، كاميرا 2، كاميرا 3. لو حبيت اشغل الكاميرا رقم 2 استبدل 0 ب 1،
لو حبيت اشغل الكاميرا رقم 3 استبدل 0 ب 2. الاندكس دايما معناها الاوبجكت بس تطرح منه واحد، ترتيبه تطرح منه واحد. لو ضغطت اكس هنا مش هيقفل، لكن لو ذهبت الى زرار الستوب هنا سيوقف الستريم والفريمات الخاصة بالتصوير اثناء كتابة الكود في برنامج بايثون اتشار. ده كان بالنسبة لكود تشغيل الكاميرات، وان شاء الله في الحلقات القادمة هنوضح ان شاء الله كيفية تشغيل استخدام CV2 في اغراض اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.